إذا مشاهدينا، كما قلنا انقسمت الآراء حول سلوك الحكومة وحول الإجراءات التي اتخذتها في التظاهرات، حيث انقسمت الأمور التي قامت بها الحكومة لمراعاة هذه التظاهرات إلى وعود بالإصلاح وإلى تصعيد أمني. سنحاول من خلال هذا الشرح التفصيلي البسيط أن نضعكم على أبرز هذه التصرفات وهذا السلوك. أبرز الوعود هو صرف مبلغ 3 مليارات و500 مليون دينار لمحافظة البصرة لإصلاح الواقع الخدمي، إضافة أيضا إلى التخصيص الذي توجه به السيد عبادي للحكومة العراقية لأول مرة بأن تزور العاصمة السعودية الرياض من أجل يعني بحث العلاقات السعودية العراقية وإمكانية مد السعودية للعراق بالطاقة بعد أن رفضت إيران تزويد العراق بالطاقة، وهذا كان أحد أبرز أسباب الأزمة. أيضا تسربت هناك أنباء عن قرار حكومي بمحاسبة عدد من المسؤولين عن الملفات الخدمية والمتهمين بالتقصير والفساد وتشكيل لجنة معينة لمتابعة هؤلاء الفاسدين. اختتمت هذه اللجنة إجراءاتها بتشكيل لجنة لمتابعة الإصلاحات الحكومية، وذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء حيدر العبادي بقادة وبقيادة بعض زعماء الكتل السياسية، إلا أنه بمقابل هذه التحركات وهذه الوعود التي قامت بها الحكومة في محاولة لتهدئة الشارع، كان هناك إجراء آخر كما ذكرنا وهو التصعيد الأمني، حيث تم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين وتم إسقاط عدد من الضحايا في البصرة وفي النجف، ويعني تعاملت الحكومة أو الجهات الأمنية معهم بقسوة. هذا أيضا إضافة إلى الاعتقال، يعني بعد الاستهداف والرصاص الحي أيضا هناك كان اعتقال لعدد من المتظاهرين والناشطين، مثلا الناشط عمار النعيمي والناشطة صفاء السراي وعلي خريبط. وأيضا قبل أن تفرج الحكومة عنهم، قامت بإجبارهم على التعهد بعدم الخروج مرة أخرى إلى التظاهرات، ناهيك عن اعتقال 15 متظاهرا بتهمة إثارة الشغب في منطقة الشعلة ببغداد. وكان قد سبق كل هذه الإجراءات إعلان حظر تجوال في بعض المناطق لا سيما في النجف بعد اقتحام المطار الدولي في المحافظة. علاوة على ذلك، علاوة على الاستهداف وعلاوة على أيضا قطع أو منع التجول، قامت الحكومة بقطع شبكات الإنترنت في عموم العراق، والاتصالات الهاتفية أيضا قامت بقطعها في بعض المناطق المتأزمة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر وتسبب بخسائر لعدد من الشركات وأيضا عدد من القطاعات المرتبطة بالشبكة العنكبوتية. في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على أهمية التصدي لأي عمل يخرج عن سلمية التظاهرات السلمية، إلا أن حساسية الموقف مشاهدينا كما تابعنا في ظل الاحتجاجات الغاضبة من الممكن أن يدفع هذه التظاهرات باتجاه لا يحمد عقباه.